هي موضوع متعلق بالتنفيذ. بس الله ينور حضرتك. يس تمام. طيب سؤال من مهندسة دانا الوينداوي، أتوقع هي بتحكي على أحد السلايدات. Why is the total friction force bigger than contact content material؟ أنا السؤال ما كتير واضح. مهندسة دانا ممكن تفتحي المايك وتسألي السؤال لو سمحتي. أيوة مرحبا، أنا مهندس دانا. أعتذر منك، أنا أريد دانا. عادي عادي مو مشكلة. أنا بصمم السايلوات عادة بيكون ستيل، بس أستخدم فاينت ألمنت، بس عادة يكون لما أحسب الفريكشن والبريشر on the wall نهاية الاناليسيس مجموع الجرافيتي يكون عادة المجموع الجرافيتي لودز اللي يجي من الفريكشن يكون عادة أكبر من وزن الماتيريال. يعني مثلا هسه مثلا بهاي الحالة اللي حضرتك حسبتها، أنا تقريبا هسه أخذت الفريكشن اللي عندك يطلع مجموع التوتال فريكشن، يعني إذا تضرب مساحة السايلو وول تايمز ذا فريكشن فورس يكون أكبر من توتال ويت اوف ذا ماتيريال. هذا عادة يحدث، فهو هذا السؤال، يعني ليش عادة يكون فاكتور، يعني مثلا عادة يطلع 10 مرات أو 20 مرة، المفروض يطلع مثلا الفريكشن اللي يجي من الـ من الـ بين الماتيريال والوول يكون تقريبا مساوي إلى توتال ويت اوف ذا ماتيريال، بس عادة يكون أكبر. يعني هو هذا السؤال. أوكي، السؤال حضرتك مور استفسار. يعني هقول لحضرتك سبب، لأن الماتيريال لو حضرتك واخدها ليكويد، لو ليكويد أنت بتحسب وزن، جاما اتش ده عبارة عن وزن، الفريكشن مختلف تماما عن وزن، لأن الفريكشن فانكشن في ميو، فأنت مالكش علاقة هنا، ما بنتعامل مع وزن نهائي. حاجة تانية هضيفها لحضرتك، الفاونديشن تحت، هجيب بس السكتش ده، لما اتكلم على الفاونديشن تحت هنا، لا انا بصممها على الوزن بتاع السمعة ووزن الماتيريال متوزعة على المحيط بتاع السمعة، ولكن لما اصمم الوول هنا هو في الحتة دي اللي فوق الهبر، بصممها على الفريكشن فورس، أي إن كان الفريكشن فورس دي أضعاف الوزن. تفرقش معايا، أنا بتكلم على فريكشن فورس لأن هي علاقة ما بين ال 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 زاوية الاحتكاك والفيرتيكال بريشر، ملهاش علاقة بالوزن، عشان هيك ما أقدرش أقول الوزن لازم الرأس يساوي اللي جاي من فوق يساوي اللي جاي من تحت. الكلام ده يحصل للجزء اللور باتم اوف ذا فاونديشن او الجزء السفلي من الوول، لكن هنا ما ينفعش الكلام ده، عشان كده تلاقي الفريكشن فورس تلاقيها اعلى بكتير قوي من وزن الماتيريال. جاوبت حضرتك؟ نعم، بس هو تقريبا يعني هو حسب المعادله ايضا، يعني هو الفي يعني هو عباره عن كيو تايمز 1 minus gamma h or يعني نعم، يعني تقريبا هو بالأخير هو gamma y اللي هو يعني هو الجزء الأول من المعادلة gamma y minus q، يعني هو يجي أكثر. صح، أنا معاك، ما هو أي زم لو بصحك للمعادلة هتلاقي gamma y ده عبارة عن الوزن، بعد كده تطرح منه كيو، بس لما حضرتك لما تطرح منه كيو هنا، كيو دي جات كقيمه في كذا حاجه، يعني لو بصيت لازم استخدم انهي قيمه لكيو؟ اقل قيمه لكيو، مظبوط هيك؟ تمام،
لكن لما اجمع في وكيو ما يطلعوش جاما واي، لان انا هاخد كيو ماكسيمم لازم اصمم على كيو ماكسيمم ولازم اصمم على في ماكسيمم، وفي ماكسيمم وكيو ماكسيمم مش هيحصلوا مع بعض في نفس التوقيت. صح، ممكن تعمل انفلوب تحسب كله في نفس الوقت. صح، بس اذا ممكن يعني في عندي سؤال اخر بالنسبه لل البريشر فاكتور 1.6، هذا موجود في اي سي اي؟ موجود في الاي سي اي 313. اوكي، لانه انا تقريبا استخدم جايلورد بوك، جايلورد تكست بوك، اللي هو تقريبا هو يعني نفس المعادلات فيها، يعني انا ما شفت بصراحه 1.6، يعني ما اتذكر بالنسبه الـ ممكن انا اوريها لحضرتك بسرعه. هل الشاشه واضحه علي؟ نعم. ده اللي هو الـ ACI 313-16، ده أحدث حاجة. العفو، يمكن الشاشة الأولانية يعني هسه حالياً ده أشوف السلايدز. أوكي، حضرتك مش شايف الشاشة الثانية. أطلع من دي وأجي شير سكرين وأقول لا. هيك شايف الشاشة دي دلوقتي مش كده؟ نعم نعم. ده اللي هو الـ ACI 313 اللي احنا بنتكلم عليه. ده المتخصص في Design Specification of Concrete Silo and Stacking Tubes. لو بصيت حضرتك في Chapter 6 I think so. دكتور من بعد اذنك معلش مشان ما نضيع وقتك ووقت الزملاء، ومن بعد اذن الاستاذ دانا ممكن تبعث لي اياها وانا برفع على المجموعه كرماله، بس مشان ما نضيع الوقت. تمام تمام، ما في مشكله. اي الله يبارك فيك. هقول لك بالضبط في انهي صفحه بالضبط في الكود يعني. اوكي شكرا. تحت امرك. سؤال من مهندس علاء الاخرس. هلا انت طبعا ذكرت انه موضوع الزلازل ما كثير مهم الا بالهاي سايزميك زون، هل موضوع الدريفت مهم بتصميم السايلوز لما؟ لا دكتور، هو انا ما قلتش مش مهم، انا يعني نظر، لان دايما لما نتكلم على موضوع الويند او السايزميك انت بتتكلم على الخوف من السايزميك او الويند الاوفر تيرنينج، المين بوينت الاوفر تيرنينج. اما الاجهادات الداخليه ده موضوع تاني. السايلو ككتله خرسانيه لو جينا حسبنا الدريفت بتاعها هتلاقيها مش هتتحرك، مش فليكسبل. لما بتكلم على مومنت فريم وشير وول في عندك دريفت عالي جدا نظرا لتغير الليفلز، في عندك الستيفنس عاليه عند الفلورز والكولمز الستيفنس بقيتها قليله جدا، وبالتالي بيحصل لها سوي او دريفت. لكن في الصوامع الستيفنس ثابته، الستيفنس ثابته لان كلها جاينت ستراكشر واحده، الستيفنس واحد ما بتتغيرش، وبالتالي الدريفت ما اعتقدش انه يبقى فيه مشكله نهائيا في موضوع الدريفت اطلاقا يعني. تمام. سؤال من مهندس حسام الدين. المشروع عادة كيف بيجي؟ هل هو المالك بيجي للكونتراكترز لحتى يقول له مثلا اعطيني الكوست؟ كيف بنحسب عادة يعني؟ اكيد مو مثل الابنيه، المعماري بيقرر الشكل بعدين الانشائي بحط الاستراكشر. لا، اللي بيحصل كالتالي،
لما بيجي مثلا شركة عايزة، لأن المنشآت دي غير مملوكة للأشخاص،